الله يعطيك التروح. يا جماعه وصلتني صوره كابتشر ان حتى حليب التموين قاعد ينباع في دوله مجاوره. ماشي يا باشا؟ ماشي ماشي. ما يصير مناقصات قاعد ننباك، تبرعات من هالشق لهالشق، حتى حليب لا قزرت. طبعا في ناس مو فاهمة، حليب التموين قاعد ينباع بالتموين بدينار وخمسين فلس، فلما واحدة تبيعه بدينار يعني مستحيل خسرانة، فأكيد قاعدين يأخذونه بلاش أو ملاليم. هذا افهم، ما يصير يا جماعة، ما يصير. احنا قاعد نباق من داخل وبرا، يبقى اعطونا شيء من اللي تبقونه. زين سووا فيه شوارع راضي. هلا ظلمه، خلنا نجمع الحي شنو؟ خلنا الناس تقول قزروها على الكويت يبقى. بعد بس يبقون هدومي. تاجنا طيب. شلون؟ تاجنا طيب. تاج منو؟ حليبنا. الله يهداك. بقركم هو. الله يا انا قاعد توصلني بلاوي بالخاص، بس مو كشي اقدر احطه. بلاوي سودة ولا ايش رايك صواب؟ يشابه اخوي جمال والله. والله طلعت الديره مبيوقه، وين ما تروح ناهبين له. ايش حليب، ايش مناقصات، ايش صوره طافيه. يا الربع احتمال تاريخ 30/10 عندي اعلان بالرياض. اهل السعوديه دير بالكم علي، ها؟ نورت دار سلوى يا ابو ناصر، نورت دار سلوى ونورت الديره ونورت قلوب الكويتيين كلهم. احنا بهالديره ما نخلص، يعني نخلص من اهبل يطلع لنا اهبل ثاني. شوفوا مبدئيا اسف على الالفاظ اللي بتنقال، اسف. ما ورا عيالنا بطولنا عندنا احفاد، وللحين انا وياه على فراش واحد، والبسله الاحمر والاخضر والريش والترتر.